أمتع الفرسان أمس على الميدان الداخلي للاتحاد القطري للفروسية كل الحضور بمستوى استثنائي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة لونجين أهذاب للفروسية بدعم صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية، حيث انطلق الثالث جولات البطولة بالجولة الصغرى التي عرفت مشاركة 40 فارساً وفارسة حرصوا جميعاً على تقديم أداء مميز، حيث خصصت المنافسات لحواجز بارتفاع متر إلى متر وعشر سنتيمترات من جولة واحدة ضد الساعة. وتمكن الفارس سعيد ناصر القاضي من انتزاع المركز الأول، حيث تمكن رفقة 14 فارساً من اجتياز الحواجز بدون أخطاء، وتمكن من تحقيق أفضل توقيت ممتطياً جواده Best of the Forest بزمن قدره 53 ثانية و22 جزءاً من الثانية، بينما تحصل الفارس خليفة عبدالله الخالدي على المركز الثاني ممتطياً جواده Graffiti Delolly في زمن قدره 54 ثانية و53 جزءاً من الثانية. وفي المركز الثالث الفارس فالح سويد العجمي بجواده جامبو وفي زمن قدره 54 ثانية و31 جزءاً من الثانية. أما الجولة الوسطى فقد زادت الحماس ورفعت من مستوى المنافسة بين الفرسان المشاركين، خصوصاً مع عدد من اجتازوا الحواجز بدون أخطاء، وتمكن الفارس ناصر الغزالي بجواده هارياب من تحقيق أحسن توقيت 55 ثانية و88 جزءاً من الثانية وانتزع المركز الأول، بينما تحصل الفارس محمد ناصر القاضي بجواده سيكلوني على المركز الثاني باستكماله المسار في 56 ثانية و50 جزءاً من الثانية. وتمكنت الفارسة الشيخة فاطمة بن جبر الثاني من صعود منصة التتويج لأول مرة لها في البطولة وتحصلها على المركز الثالث بجوادها إيدي وبتوقيت قدره 56 ثانية و88 جزءاً من الثانية. وعلى مستوى الفرق تحصل بيزنس تريد كامباني على المركز الأول وفريق قطر إكزون موبيل على المركز الثاني، بينما اكتفى فريق الاتحاد القطري للفروسية بالمركز الثالث. وتستمر المنافسات لثاني أيام البطولة في جولتها الثالثة مع الجولة المفتوحة من جولة واحدة ضد عقارب الساعة وبحواجز على ارتفاع 115 إلى 125 سنتيمتراً وبمشاركة 49 فارساً. وستختتم الجولة الثالثة بالجولة الكبرى التي ستعرف منافسة كبيرة بين أبرز الفرسان، وستكون من جولة واحدة ضد عقارب الساعة مع جولة تمايز وبحواجز على ارتفاع 130 إلى 145 سنتيمتراً. يوم حافل آخر لعشاق الفروسية والقفز على الحواجز لمتابعة فرسان قطر في اليوم الختامي لثالث جولات بطولة لونجين أهذاب، فمن يستطيع التكهن بالأسماء التي ستتصدر جدول الترتيب العام في نهاية هذه الأمسية؟